رشا، عايزه اعرف بقى من واقع تجربتك، احكي لي حكايتك، احكي لي حكايتك مع، يعني مش بالاشخاص، انت حبيتي حد وحسيتي انك انت محتاجه يعني تنهي العلاقه ودخلتي في علاقه حب جديده؟ حبيت وسألت نفسي أنا أستحق إيه بالظبط زي ما قال، لقيت إن مفيش حاجة، أنا ما عنديش حاجة. طب أنا مكملة ليه؟ مكملة ليه؟ دخلت تجربة تانية لقيتها حلوة قوي، لقيت إن هو اللي بيديني أوتوماتيك، رحت له النبض اشتغل، هو ده الحب الواعي اللي انا قلت لك عليه. ما هو الحب لازم يكون معاه عقل، انا مش مع مقوله الحب اللي من غير عقل ده. انا حبيت ليه؟ ده في الاول هنبتدي بيها فيرست ستيب، لكن بعد كده لما تمشي شويه، طب ما كل حاجه بتموت، ما هي الورده بتموت، الورده دي لو ما سقتش تبرري ازاي إن لازم تبقى عندك عقل، لازم تقعدي احنا بنتكلم تبرري ازاي اللي الحب ماسح لهم دماغهم، يعني تبصي تلاقي ست او بنت كل حاجه مهما عمل فيها يا نهار اسود، يعني بيعمل فيها خيانه، قله ادب، مش بيقول لك الحب كده اعمى كده. ايوه فمقوله كده. الحب اعمى دي ازاي تعرفي تخرجي منها؟ بتقدري بقى، ما هو كده لغايه ما كده بتشيل خالص عينيك، بتشيل خلاص، ما بيبقاش عندك حاجه تديها، ما بقيتيش تحسي انك عايزه تدي حاجه، ساعتها هتقفي. طب هو انا بدي وبعدين؟ طب ما انا لازم يكون في مقابل، طب انا ليه بعمل في نفسي كده؟ انا استاهل احسن من كده، ساعتها بتقفي. بس ده الوعي يا رشا، ما هو ده الوعي، ما انت لازم بيجي لك نقطه وعي. هل لازم بتيجي النقطه دي من رفضه هو ليكي، ولا بتيجي وقفه محارب، وقفه مع نفسك؟ هي الوقفه بتبقى صعبه شويه، بتبتديها خطوات. الاول بتسالي نفسك، هو انا بيحصل فيا كده ليه؟ هو انا بعمل كده لمين؟ هو مش شايفني ليه؟ بالظبط مش شايفني. طب انا استحق على فكره احسن من كده، انا كويسه. بس ما بتقدريش برضه، تبقي عارفه انك تستحقي، بتقدري بس ما بتقدريش. لما يكون الضغط جامد قوي بتقدري، لما تكوني حاسه ان في حد قوي 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 منزلك قوي بتقدري، ساعتها بتقدري. طب ما يمكن ده مش حب. لا تقدري ازاي تقرري ان ده حب؟ انت دخلتي بحب، انت دخلتي عشان عايزه تحبي، دخلتي تجربه عايزه، نفسك تحبي، نفسك تحسي كل الاحاسيس، خدتيها في الاول. ما هي بتبقى الاول اول حاجه بتبقى حاجه جميله جدا، والحركات والكلام حلوه البدايات، زي عمرو دياب ما بيقول حلوه البدايات، في بقى بدايات بتطول، في بدايات بتقصر، في بدايات بتبقى نص نص. بس انت فعلا لازم تقفي مع نفسك.